أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء، صباح الشروق. قبيل الفاصل كنا قد ذهبنا تطوافا حول السودان عبر الموسيقى، وذهبنا في فقرة بلدنا حلوة إلى كسلة، وتعرفنا على المعالم السياحية قبيل أيام احتفى العالم أجمع باليوم العالمي للسياحة، فما أحوجنا لأن نعرف بسياحة السودان ومناطقه المختلفة. الآن نرحب بالزميل مصطفى عبيد الله بموجز بأهم وآخر الأنباء. مرحبا بك مصطفى، صباح الخير. صباح الخير عليك نزار، وأهلا ومرحبا بكل المشاهدين الأعزاء. هذا هو موجز 10 صباحا ضمن صباح الشروق. وقف والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب برفقة لجنة أمن الولاية على موقف الموسم الزراعي بقطاع اللكدي بمنطقة الفشقة على الحدود السودانية الإثيوبية، وقال عبد الرحمن إن الإنتاجية مبشرة خاصة في ظل الهطول الجيد للأمطار وخلو الموسم من الآفات الزراعية، مشيدا بدور القوات المسلحة في تأمين الموسم الزراعي، الأمر الذي مكن المزارعين من التوسع في مساحاتهم عقب عملية إعادة انتشار القوات في منطقة الفشقة واستعادتها عددا مقدرا من الأراضي. سير العاملون بمشروع الجزيرة قافلة لدعم وإسناد المتأثرين من السيول والأمطار بمحليتي المناقل وجنوب الجزيرة، ولدى مخاطبته حفلة تدشين القافلة ثمن ممثل والي الجزيرة عبد الرحيم أحمد الأمين الأدوار التي ظل يلعبها العاملون بمشروع الجزيرة ووقفتهم مع المتأثرين بالسيول والأمطار، مشيرا للجهود الجارية لإعادة إعمار القرى المتأثرة وبناء قرى نموذجية. وتجدر الإشارة إلى أن القافلة جاءت بدعم مباشر من العاملين بكلفة بلغت أكثر من 30 مليون جنيه. بدأت القافلة الطبية لبرنامج بنك الثواب إجراء المقابلات والعمليات المجانية بمستشفى الوفاق القطري بمنطقة تنقاسي الجزيرة بالولاية الشمالية لمرضى قادمين من جميع أنحاء الولاية. وتستهدف القافلة الطبية المجانية التي يسيرها بنك الثواب للولاية الشمالية علاج 1000 مريض وإجراء 300 عملية جراحية في مجال الجراحة العامة والمتخصصة. وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الوفاق القطري الذي يقدم خدماته مجانا للمواطنين بالولاية الشمالية مجهز بكافة الأجهزة والمعدات الطبية، هذا إلى جانب وجود مركز لغسيل الكلى ومصنع للأكسجين يلبي حاجة المرضى. الخبر الأخير صورة فوتوغرافية من وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا من الفيسبوك على صفحة الصحفي صديق السيد البشير، يحكي فيها مأساة مدرسة قرية أبيض ضميرك بولاية النيل الأبيض، ويقول صديق: المدرسة بقايا حطام بعد سيول العام الماضي ثم صارت أثرا بعد عين. المدرسة من 3 فصول كانت مأوى لطلاب 9 فصول، 6 للأساس في الصباح و3 للمتوسطة بعد الظهر. وللعلم المدرسة تقع على بعد 13 كيلومترا جنوب مدينة كوستي. ويهدي الصورة للقائمين على أمر التعليم بالنيل الأبيض، ونحن بدورنا نهديها لهم كذلك. انتهى الموجز، وهذه عودة لنزار في صباح الشروق. نزار، شكرا جزيلا مصطفى عبيد الله، كتر خيرك، وسعدنا بالرفقة الصباحية في الأخبار. كتر خيرك مصطفى. شكرا.